مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا مع بداية هالأسبوع، وطبعا رح يشهد هالأسبوع طبعا عيد الفطر السعيد إن شاء الله بينعاد على كل اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بدءا من الليلة بيلتمسوا طبعا، وبنقدر نعرف أكيد ومنهني الجميع. بالبداية معلومة، بمعلومتنا إحدى الشركات المتعهدة بتكليف من وزارة الأشغال العامة والنقل عم بتقوم باختبارات ومسح للطريق على أوتوستراد دبي اعتباراً من الساعة 1 من بعد منتصف هذا الليل، ليلة التنين الثلاثة، ولغاية الساعة 5 فجراً. وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على مرحلتين وفقاً لما يلي. المرحلة الأولى من الساعة 1 لغاية الساعة 3، وبيتم منع المرور بشكل كلي على المسلك الغربي بدبي وتحويل السير اعتبارا من جسر الرويال باتجاه جسر الفهود عبر الطريق البحرية وجسر النقاش. المرحلة الثانية من الساعة 3 لغاية الساعة 5 بيتم منع المرور بشكل كلي على المسلك الشرقي بدبي اعتبارا من مفرق لومول وتحويل السير باتجاه طرقات الداخلية. لذا على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة بالمكان تسهيل لحركة المرور ومنع على الازدحام. برجع بذكر بدءا من منتصف هذا الليل، ليلة التنين الثلاثة يعني 3 و4 حزيران. متابعة بمتابعتنا، معنا على الخط مباشرة رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ عبد الحاج. يعطيك العافية ريس. مرسي، الله يعافيك. أولا بدي أقول لك شكرا ويعطيك العافية، لأنه المهمة كانت شيء يمكن صعبة ولا كانت مهمة بموضوع العمالة الأجنبية والإقفال، وصارت عدوى إيجابية. فاليوم وزير العمل عمل مؤتمر صحافي وحدد طبعا إجراءات رح تتخذها وزارة العمل بهذا الشأن. بعدها مكمل الخطة عندك رئيس بالزوق؟ ايه اكيد، يعني بالعكس الخطة مكملة، والشيء اللي بيشجع مثل ما عم تقولي حضرتك انه كمان صار في تواصل مع وزارة الاقتصاد وهلأ مع وزارة العمل، لانه القانون واضح بهذا الموضوع والوزارات المعنية المفروض تكون السند الكبير للبلديات بالإضافة للقوى الأمنية. المهام المنوطة بالأجنبة محددة، نحن ما عم نقطع برزقة حدا، بالعكس بس عم ندافع عن حقوق اللبنانية، وكل واحد بالنهاية شو النتيجة عم بتطبقوا القانون إياها بيقدر يشتغلها. عم بتطبقوا القانون رئيس بكل بساطة. ايه أكيد، يعني هالخطوة اللي قامت فيها بلدية زوق مصبح كانت تشجيع لكل البلديات، مثل ما شفنا على التلفزيون، يعني وقت الواحد يتابع ويشوف على المحطات الأخبار انه عدوى ايجابيه 100%. الكل عم بيطبقوها، لانه يمكن نحن الوقت علينا صوت وكانت ايد وحده كمجلس والموظفين وجهاز الشرطه والحرس بالبلديه عطى نتيجه ايجابيه كبيره خلت البلديات الاخرى تتمثل فينا. كتير منيح ومستمرة، يعني لأنه هناك خوف دائما أنه منسكر منجع بفكره انتهت منجع عم نفتح من جديد. نحن الأشخاص عم بتتابعوا معنا في، يعني اليوم محلات بتسكريها عم ترجع تفتح، عم نضل نتابعها للتسكير النهائي. في محلات حتى رجعنا تابعناها عن جديد، مثلا سناكات بالمنطقة الصناعية أنا قطعت من يومين يعني بصدفة. عم بحكي مع شباب كان سائب يعني من السفر وجاي، بيّن لي أنه صار في أشخاص اللبنانية عم بيديروا المحل. بهذا الشيء عم بيشجع اللبنانية يرجعوا يكون عندهم أمل ولو حتى صغيرة بهالبلد، ويرجعوا يقدروا يكونوا أشغال جديدة أو مستقبل لألهم لأولادهم. كتير منيح ويعطيكم العافية. أنا كمان اتصالي بحضرتك رئيس بموضوع دخان أو ريحة عم يوعوا بزوق مصبح على روايح مش عارفين شو مصدرها، هل هي معمل الزوق هل هو شيء تاني؟ بقى حبيت من حضرتك أعرف حتى طمن أول شيء أهالي الزوق والمنطقة إذا عرفتوا شو أسبابها وين شو علاجها. تفضل. هيدا الموضوع إذا من يومين صار في حريق صحيح بالمدينة الصناعية.
امتد لمطرح كان يستعمل كمكب للنفايات. هذا المكب للنفايات عم بتم إزالته، بس بسبب التراكمات اللي صارت وقت أزمة النفايات بالعهد السابق، نعم، بعد زيوله لهلا يعني ما نعرفين نحن اليوم إذا تقدمنا بشكوى إذا هذا شيء مقصود أو بسبب الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة. نعم. بالرغم من هذا الشيء الموجود، أنا بحب طمن كل الأهالي أنه هيدا المطرح مكان المكب سابقا تلزمت الطريق نهائيا، وتم استلام الاستلامة من قبل المتعهد اللي هي رست على مؤسسة الإرشاد الخازن. رح يتم التنفيذ إذا قررت خلال أول أسبوع. هيدا طريق رح تربط كمان تكون متنفس لجميع الأهالي المنطقة، وخاصة اللي عم بيعانوا من مرور الشاحنات بقلب المنطقة السكنية بزوق مصبح وأدونيس. نعم. رح تكون في طريق بحوالي طول 2 كيلومتر تربط المدينة الصناعية بطريق العام يسوع الملك. نعم. صعودا إلى الجبل بعرض 12 متر. نعم. فنحن بنكون حلينا شغلتين، أول شيء أزمة الشاحنات اللي عم وأزمة المنطقة الصناعية والاكتظاظ الموجود بقلبها، وتاني شيء مشكلة النفايات المتراكمة طيلة هالفترة بهذا الموقع بالذات. نعم. هلأ وقف الحرق يما بعد يعني اتخذتوا إجراءات؟ نحن اتخذنا إجراءات، عم بيكون في دوريات، حطينا بوابة حتى نحن دايما، واللي ساعد بالموضوع حتى بإطفاء الحريق هو جهاز الإطفاء بلدية زوق مصبح. يعني نعم. اليوم اللي توصلنا على السرعة نقدر نطفيه، نحن كبلدية عنا جهاز إطفاء ومجهزين بسيارة إطفاء، هي اللي بادرت بالإضافة للصهاريج البلدية لإطفاء الحريق الموجود. نعم. وهلأ أكيد البلدية إذا حدا بيعرف شيء فيه يتواصلوا مع البلدية، أكيد حتى إذا حدا عنده أي معطيات أم يمكن حتى من المعامل الموجودة هناك أي كاميرات أم في ساعد البلدية، نحن كمان حاضرين دائما. أرقام الهاتف البلدية 218-933-34-35 والإكستنشن 119 هو جهاز الشرطة والحرس 24 ساعة على 24. كتير كتير منيح. هلا هيدي الطريق اللي حكيت عنها إذا تلزمت يعني قدام مهلة التنفيذ محددة؟ نحن مهلة التنفيذ المحطوطة هي سنة ونص. نعم. بس إنه أكيد اليوم هيدا الشغل مرتبط كمان إنه المتعهد رح بياخد مصرياته وقت يكمل التنفيذ. إذا قدر ما كان في أي عائق مالي عائق بوجهه ينفذ قبل، الشغلة بتكون من مصلحة الكل. أكيد أكيد. وما رح تأثر على الطرقات التانية، يعني بقصد يعني رح تعجق بمناطق تانية أو رح، لأنه أنت بتعرف أنتو شريان حيوي هلأ زوء على الجبل، هيك هو أكثر مطرح ما في عجقة سير يعني على الطريق العام، مش نعم. أنه رح تشكل عجقة، بالعكس رح تخفف ضغط عن الطرقات والشوارع الداخلية والأحياء الداخلية. أوكي. بقصد الأشغال يعني رح تعيق شوية طرقات، رح يكون في لا 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 الطريق منا موجودة أبدا موجودة. يعني ما عم تكون في شيء على الطريق. عنا عدة أشغال. نحن بطرقات جديدة كمان تلزمت 3 طرقات جديدة بمشاريع بالبلدية، تم تأخيرهم ل 21 شهر تكون خلصت المدارس، ثم كمان تأثر على حركة المرور، وتكون قد ما فينا نشتغل نحن بطريقة نقدر نفيد الناس وما نسبب لهم هالإزعاج الكبير. كتير منيح. أنا بشكرك رئيس بلدية زوق مصبح عبد الحاج، وبطلب من الناس كمان تتواصل مع البلدية عند أي معلومة أو بدها تعرف شيء. شكرا لك. طبعا نحن اتصالاتكم على 04-444-444 بيخد أول اتصال. ألو ألو. أهلا مدام، تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. أنا بليز بدي أحكي اليوم باسم الماكينة القديمة، مكلفة بدي أحكي كم كلمة. أول شيء بليز بدي قلنا حق الرد، أحكي كلمتين رد على المستأجرين، بعدين أشرح شوي عن قانون الأجرات السكنية. بعتقد شرحوا النقيب باتريك يعني شرحوا معنا. إيه معلش، ما أنا كمان طالع أحكي كلمتين إذا لا معلش شيء بدك. هلا لحظة لحظة. أول شيء بدك لحظة 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 لحظة. نعم. عندك شيء تقوليه؟ أهلا وسهلا. بس رد وردينا ورد ورد، هيدا مش أنت مخول تردي، أنت مواطنة. مدام أنت مدام اسمحي لي، نقيب بيحكي برد نقيب أو مسؤول، حضرتك مواطنة عندك عندك رأي تفضلي كرأي تفضلي، لأنه أنا ما فيه أفتح رد ورد، ما بقدر إلا من الناس المعنية مباشرة بطريقة رسمية. يعني إحنا لما انطرح السؤال سألنا النقيب مباشرة ورد عليه من قبل. طيب طيب. ايه اوكي اوكي. لكن بدي احكي كلمتين بخصوص المرسوم اللي صدر من ايه فتره. تفضلي تفضلي. المرسوم اللي صدر من فتره بخصوص اتوقع من دوله الرئيس وفخامه مظبوط موضوع اللجان وموضوع الصندوق. موضوع اللجان ناطرين المراكز هلا. طب تسمحي لي احكي
كلمتين. يلا ما تعيطي علي، طولي بالك علي، بدك طولي بالك. نحن بالنسبة لهول المرسوم، أول شيء نحن المادي 15 من الدستور اللبناني بتحمي الملكية الفردية. نعم. نحن صرنا ناطرين زمان حتى نسترد حقنا أكثر من 40 سنة حتى يطلع القانون. 100%. نحن ما عم نطلب من الدولة شيء، نحن المالكين عايشين بحالة فقر من أكثر من 40 سنة وعوز وتشرد لهلا، حتى لبعد ما صدر هذا القانون. صحيح هيدي هذا المرسوم، صحيح هيدي خطوة مهمة ومعناتها إنه ماشي القانون بالنسبة للشق المستأجرين يلي بدهم ينتسبوا للصندوق، بس نحن لهلا ما قبضنا ولا فرنك، بعدنا بنقبض 10 دولار بالشهر من 5 سنين لهلا، لأنه بعضهم بيقولوا المستأجرين إنه مش ماشي القانون، لأنه كمان ما توقع مرسوم الصندوق حساب الدعم للمستأجرين، هيدا الحساب إذا ما توقع ما فينا نقبض شيء، مع إنه على الرغم يعني ما فينا نقبض الزيادات يلي لحظة القانون، على الرغم من إنه هلأ في 170 مليار بحساب الصندوق من سنة 17 و18، وهلأ انحجز مبلغ كمان لحساب الصندوق سنة 2019 30 مليار. منشان هيك نحن منناشد فخامة رئيس الجمهورية اللي هو بي الكل، ومنناشد دولة الرئيس انه يمدولنا هالمرسوم الصندوق بأسرع وقت، لانه اول شيء المماطلة بتوقيع هالصندوق او التأخير ما بقى لصالح للمالك اللي نطر كتير، ونحن ما بقى نقبل ننطر اكتر من هيك، يعني املكنا خط احمر بدنا لازم نستفيدنا نحن من املكنا نحن بس، مش حدا غيرنا لا المستأجر ولا حدا تاني، والمستأجر لازم يعرف حاله وين بده يروح، يعني حيستفيد من الصندوق ولا لا. مشان هيك من ناشد دولة الرئيس فخامة الرئيس في مرقولنا المرسوم، نتمنى عليهم بأسرع وقت، لأنه نحن كمان عنا عيال، عنا ناس كبار بالعمر، عنا أطفال، عنا ناس بالمدارس، عنا أقساط بدنا ندفعها كمان مثل المستأجر. تمام، مستأجر كبير بالعمر، الدولة مسؤولة عنه. أوكي أوكي، أهلا مدام. بعد لألك شغلة، لألك شغلة، نحن هلأ وأنا قلت على الهواء أنه نحن بانتظار تعيين المراكز اللي جين هلأ ويتحدد صندوق. صحيح اوكي، بس خليني بالنسبه لغير السكنه. طيب بس انا ما بقدر احكيكي كمان، ممنوع انا احكي بالرد عليكي مدام. بس معلش بتحكي بس لا معلش، يعني معلش ما تاخذيني، يعني انا عم باخذ وبعطي معك لانه انا أوكي. مش ضدك أوكي. بس انا كمان بحق لي اعطيكي رايي لقلك كيف عم نتابع الموضوع. نحن هلا بانتظار المراكز، حد لانه في كتير ناس كمان من المستاجرين القدامى عم تتصل فينا وعم بتقلنا بنستفيد ولا لا. عم نقول لهم بس تتعين المراكز اللجان، اللجان هي اللي بتقرر بتستفيد ولا، والمالية بتعطي أكيد كل التفاصيل حتى يكون في توافق بين المالك القديم والمستأجر القديم، لأنه لا أنتوا بدكم تحطوا حدا على الطرقات ولا المستأجرين بدهم يحسوا حال أنه هذا الصندوق مش معنيهم. بالعكس أهلا وسهلا فيك، يعني عبرتي بشكل كتير منيح، واللي عم بقلك نحن حاضرين كبرنامج نساعدكم بهذا الموضوع ونساعد المستأجر يعرف القديم انه اذا بحق له مين، بحق له مين ما بحق له، ونحن بنتمنى اليوم قبل بكره، لانه قضيه السكن هي من كرامه الناس. اوكي اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو، راح اخذ الاتصال بعدين ناخذ الفاصل. الو بونجور. بونجور. الو بونجور، تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. بليز بدي اسالك سؤال. من زمان من 60 سنة شكل الإواتلي كان عم بقول هيدي بدنا نعرفها مع زبالة مع المي، وعنا شبعنا زيت الربتي المي بزبالة. يا هل ترى إيه هون عنا بلبنان ليش أمنا فرنسا من شكل من مدام حكيني معلش ما بدي أخذ لحظة مدام، اليوم رح يقولوا شو بها ريبيكا. مدام عندك شكوى قولية بس انت نعمل، لانه في كتير ناس ناطره على الخطوط. بس اذا كان بصير اسلامي يا ملا لبنان، اذا شو والسيجاره ممنوعه ولا ارجيله؟ ما فهمت عليك شو السؤال، بعتذر تفضلي شو السؤال. ليش من عينه؟ لا ليش من عين الارجيله مدام البلد منه اسلامي. هو اسلامي، ما نخلط شعبان برمضان. اليوم البلد لا مش اسلامي البلد، ولكن نحن بنحترم كل دين على دينه، ولكن في قرارات في قانون بلبنان كلنا تحت القانون، كنا مسلمين او مسيحيين نحن بنحترم القوانين مسلمين ومسيحيين. فاصل ومنتابع. من
نتابع الحل عنا بياخذ اتصال جديد. الو قطع الخط. بدي أذكر أنه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ببيان أعلنت عن تخفيض غرامات التأخير المتوجبة على المشتركين بمياه الري بمشاريع الري التابعة للمصلحة، يعني مشروع ري القاسمية وراس العين، مشروع ري صيدا وجزين، بنسبة 90%، شرط أنه يبادر المشتركون إلى تسديد كامل ما يتوجب عليهم قبل 31/12/2019. وأشارت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى أنه قرار مجلس الإدارة بخفض الغرامات المصدق من وزارتي المالية والطاقة يصبح ساري المفعول بدءا من اليوم الاثنين، وبالتالي صرتوا بتقدروا لغاية 31/12/2019. ياخد اتصال. الو بونجور مدام. بونجور. انا قاعد بنهر ابراهيم. نعم. عأساس انه حضره الوزيره مدام بستاني. نعم. قالت انه رح نخفض تسعيره الموتيرات عأساس بتقوي التقنين، يعني بتبطل تعطي تقنين كتير، بتقوي التغذيه. صحيح. نعم. فنحن قاعدين بنهر ابراهيم شقاق. نعم. الله وكيلك، ما بيعطونا كهرباء لأنه حد المعامل ما بدهم يعطوا المعامل كهرباء، عرفتي كيف؟ نعم. فنحن يعني أنتو خطكم ما بيعطونا كهرباء، بتيجي عندنا الكهرباء بعد الساعة 4 وبعد الساعة 12 بعد نص ليل. يعني أنتو على خطوط المعامل. صحيح. اوكي، يمكن لانه ما في طاقه كهرباء كثير تتنعطى المعامل. ليش بدهم يحرموا المعامل؟ يعني ما بعرف مين قال لك انه ما بدهم يعطوا المعامل. يا اخي ما هي الواقع. ليه مش عم بيعطونا كهرباء؟ طب خليني اشوف من اي متى هالشيء. وقلنا شيء سنه ونص هيك، يعني قبل ما تجي معالي الوزيره. قبل ما تجي ومن بعد ما اجت، ويمكن بعد ما تفلوا رح يجي واحد غيرها. هلا بنشوف. صراحة رح أسأل بموضوع تغذية الكهرباء بمنطقة نهر إبراهيم لأشوف إذا مستثنيين المعامل أو ليش عم بيكون في تأنين كتير قاسي، مع إنه هونيك يعني على المي عم تنعمل كهرباء، يعني بطلع كهرباء. خليني أسأل وبجاوبك. كمان اتصال. ألو. لأنه معمل نهر إبراهيم بينتج كهرباء. ألو تفضل. ألو بونجور. تفضل. كيفك سترة بكا؟ أنا منيحة تفضل. هلا أنت بتسألي أسئلة، أنا بدي أسألك سؤال. بتعرفي ليش الام تي في هي المحطة الأكثر مشاهدة؟ لأنه عندكم سيافية وبتحكي باسمكم، لأنه هي صورتكم وهي صوتكم 100%. بعدين في طريقة يلي اتبعت مؤخرا. نعم. أنه يدفعوا العالم مصاري ليشوفوا برامج، كل محطات تبعت بعضها، يعني بلشت احدى المحطات بهالسياسه وهلا في كتار صاروا مثلها، بس الام تي في الوحيده يلي تبعت هالسياسه وكانت ناجحه. ليش؟ لانه العالم ما بقى تشاهد المحطات هوديك لهالسبب هيدا، ولازم يعرفوا هالمحطات هيدا الشيء. انا بشكرك وميرسي لك ولساعتك بالام تي في. صوره اليوم نشوفها سوا. هاي الصورة وصلت لنا من بتغرين، ما بعرف مين عم يحرق، هن زبالة أو غيره، هيدا برسم بلدية بتغرين. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.